أنشأ ما يسمى بالعقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي من الفكر البشري لكنه فعلا موجود في واقع الناس، وهو عقد بين الإنسان وبين مجتمعه، فسمي بالعقد الاجتماعي. لو تأملنا في نظرية العقد وفي أركانها وفي شروطها، ووجدنا الله سبحانه وتعالى بكلمة بليغة واحدة يقول: أوفوا بالعقود، قبل أن يدخل في قضية من أركان الدين وهو أحكام الحج، في قضية من أهم وأعلى العبادات. قبل ذلك يأمرنا بأن نوفي العقد حقه، أوفوا بالعقود. فهذا إذن المحور الأول الذي يجب أن نعيش فيه وأن نتأمله وأن نكون معه على دراية وعلى التزام. هذا يفرق كثيرا جدا بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتأخرة. لو أننا في المجتمعات المقدمة نرى تقديسا للعقد وللاتفاق، والعقد عبارة عن اتفاق إرادتين، والوفاء بالعقد فيه وفاء بالعهد وباتفاق الإنسان، يعني فيه شيء من الكرامة ومن الوفاء ومن الأمن وعدم الغدر. فهنا نعيش في هذا المعنى ونحاول أن نطبقه في حياتنا باعتباره محور أساس من محاور القرآن الكريم. المحور الثاني هو ذلك الصلة والرابطة التي أباحها الله سبحانه وتعالى للمسلمين من أجل أن يتصلوا أولا بمجتمعهم وثانيا بالعالم، وهو